أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر. يقول أحدها: لدي أشرطة تتكلم عن فتنة الصحابة رضي الله عنهم، ماذا أصنع بها؟ امسحها واجعل عليها تسجيلا طيبا، والمسح سهل، توديها لأصحاب التسجيلات فيسجلون عليها كلاما طيبا لك أو لغيرك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.